تقدم تقدم دعاك العمل بقلب أبي وفيه الأمل. هنا الجد والسعي نحو العلا فلا للتواني ولا للكسل. سأبني بلادي ولا أنثني بعزم حديد يخط الجبل. فما عاب سعيا الأولى عاقم ولا شانه غير من قد جاهل. شباب عمانا هلموا فقد دعاكم بكل صعيد عمل. مع ظهور تقنية الطباعة قبل قرنين من الزمن تسارعت الخطى في سباق التأليف والنسخ والتوثيق وغيرها من المجالات، كما بدأت سباقات علمية وسياسية وتجارية بظهور ما يسمى بالعالم الافتراضي وعلوم التصميم والطباعة. مياس الفارسية صاحبة مشروع الدانة للطباعة دخلت هذا السباق ضمن كوكبة من رواد الأعمال المحليين سعياً وراء التميز بالمنتجات والخدمات المقدمة من خلال توفير أحدث تقنيات التصميم والطباعة. بعد ما خلصت مرحلة الثانوية كملت دراستي، أخذت في موارد بشرية، بعدها التحقت مباشرة في أكبر المطابع في الباطنة اللي هي الفردوس للطباعة وصناعة العلب الكرتونية. التحقت معاهم في عدة مجالات في الوظائف لحد ما توصلت إلى مديرة إدارية. صار لي خبرة 14 سنة في مجال الطباعة، تدرجت في المسمى الوظيفي لحد ما وصلت إلى الإدارة. لميت بجميع المراحل في الطباعة في المطبعة، فلم أنحصر في مجال واحد في الإدارة فقط، وإنما توسعت للإنتاج. حبيت أعرف، صار عندي رغبة للمعرفة في الطباعة بجميع أنواعها. مريت على جميع المراحل في الطباعة من المكاين للمواد الخام لعملية دمج الألوان أيضا، فالحمد لله تشبعت بالخبرة في مجال الطباعة. فانولدت عندي الفكرة أني أبدي مشروع الخاص اللي هو مشروع الدانة للطباعة، والحمد لله بعد ما خلصت الفترة هذه 14 سنة قررت أني أبدي مشروعي، والحمد لله إحنا حالياً في الدانة. يعني اكتسبت مياس الفارسية خبرة كبيرة من خلال العمل في المطبعة، وتدرجت في المستوى الوظيفي، تعلمت أصول التجارة وأساسيات الطباعة، إلى أن استقرت أخيراً على أن تبدأ مشروعها الخاص. سرت مع وفد غرفة التجارة سفرة إلى الصين، فكان في معرض في منطقة كوانزو زرناه، تشيك على المنتجات الموجودة هناك، فبحثت في مجال الطباعة، زرنا عدة مصانع، تعرفنا على المكائن، المواد الخام اللي تدخل في مجال الطباعة. رجعت هناك خلاص على هب الاستعداد أني أبدي مشروعي، فكنت في إجراءات تجهيز التراخيص والأوراق الرسمية، فالحمد لله حصلت سهولة في الإجراءات. واجهتني عقبة بسيطة كانت في أحد الدوائر الحكومية اللي هي في البيئة، بس كإجراءات عادية أعتبرها، الحمد لله وتعديناها. بدأت تمويل مشروعي تمويل ذاتي، ما لجأت للبنوك، كنت ألجأت لبنك التنمية، لكن بنك التنمية واجهتنا بعض العقبات البسيطة، ومن أحد اشتراطاتهم أن يجب أن نحط ضمان اللي هي قطعة أرض أو حاجة من العقار، بما أن إحنا أصحاب مشاريع صغيرة متوسطة، إذا كان يوجد لدينا العقار فليش نلجأ نعطيه للبنوك كضمان لنا؟ ففضلنا أن نلجأ للتمويل الذاتي كبداية، وأكيد راح نلجأ للتمويل بعد فترة من الزمن في توسعة المشروع، لأن لن نظل على هالمستوى وإنما نحتاج لمشروع توسعة مشروعنا، فأكيد راح نلجأ لأحد الدعم
من البنوك أو دعم صندوق رفد. من واقع الخبرة الطويلة في هذا المجال، ينبغي أن تكون مياسة على دراية كافية بالصعوبات التي ستواجهها. تسلحت جيدا بالمعرفة والعمل المستمر لتلين الصعوبات التي قد تواجهها. فهل كانت الصعوبات نهاية مشروع دانا للطباعة؟ أم أن لمياسة قصة نجاح تغلبت فيها على هذه الصعوبات؟ أي مشروع لأي شخص يبتدي فيه لا يمر بمرحلة سهولة، لابد أنه يواجه عقبات. وأي عقبة أنا أعتبرها أن المدير الناجح، العقبة التي تصل أو تظهر أمامه لا تعتبر عقبة، إذا مكث فيها طويلاً تعتبر عقبة، لكن إذا تحداها تعتبر أنه إنسان ناجح. لأن أي عقبة يجب أن نتخطاها بسهولة لكي نصل إلى ما نصب إليه. فهنا في المشروع تبعنا عقبات بسيطة واجهناها كما بلغتكم في الدوائر الحكومية، أحياناً في تخليص بعض المعاملات والتراخيص كبداية، وعقبة في التمويل، والحمد لله يعني كأمور ثانية أنا أعتبرها تحدي مش عقبات، بالنسبة لي أعتبرها تحدي. فيجب أن لا نقف أمام أي عقبة تواجهنا إذا كنا حابين أن نوصل لهدف وساعين له، فبالأكيد أنه راح نوصل له بإذن الله. قد يحتاج الكثير من رواد الأعمال الناجحين إلى وقوف المجتمع والأصدقاء إلى جانبهم، يحفزوهم، يدعموهم، يستمدوا بدورهم هم كأصحاب مشاريع قوة وطاقة لا يمكن الاستهانة بها، تفعل المستحيل لتحقيق المأمول. أهم عامل أساسي في نجاح المشروع والحافز خبرتي في مجال العمل أو بيئة العمل كطباعة، تشبعت بالطباعة والخبرة الحمد لله، فصارت لي الرغبة أني لا أظل أن أكون مديرة أو كموظفة، بل يجب أني أكون صاحبة العمل ذاته. فلذا تولدت الرغبة فيني أني أصبح يوما ما صاحبة مشروع بنفس الخبرة بنفس المجال. لدي الثقة كاملة بإدارة المشروع إدارة تامة حسب خبرتي. وثاني شيء الدعم الأسري ودعم الأخوان والأصدقاء، تشجيعهم لي أني لا أظل موظفة، بل لدي الإمكانية أني أدير مشروعي. وعامل أساسي لدي بعد رجعتي من السفر اللي هو زميلي عبد الله الكعبي، الدافع الرئيسي لبدء نوضع النقطة الأساسية لبداية المشروع. والحمد لله بفضل الله بفضلهم وقفتهم معي توجهنا، والحمد لله بدينا في خط سيرنا اليوم. وقد تسارعت خطى المشاريع، تأتي الحاجة دائما إلى وسائل الإعلام والتسويق. تتفنن بعض المؤسسات في هذا المجال بمساعدة وسائل الاتصال والتسويق الحديثة، تأتي المطبوعات والتصاميم في مقدمة هذه الوسائل، تعكس صورة المؤسسات وتحكي اختصاصها واهتمامها ونجاحها. عالم الطباعة عالم وسيع، كل إنسان فينا يمكن إذا كان ليست لديه خبرة بالطباعة وأنواعها ومجالاتها يعتبرها شيء بسيط وشيء طبيعي، لكن الطباعة عالم إذا تعمقت فيه فراح تصل وتعرف إلى أشياء أنت ما كنت تعرفها، وحتى أنك ما كنت تتوقعها أنها تمر فيها بعدة هالمراحل. الطباعة معانا هنا في المطبع عندنا خدمات طباعة متكاملة، ما انحصرنا في مجال واحد، طباعة كتيبات أو مطبوعات إعلانية أو ورقية، توجهنا إلى خط ثاني اللي هو المطبوعات التجارية، الهدايا الترويجية، اشتغلنا على عدة أنواع نخدم المجتمع فيهم، حاولنا نجمع جميع فئات المجتمع ونلبي لهم خدماتهم معانا في المطبعة، اللي هن مثل العنصر النسائي حاولنا نخدمه بجميع الأشياء الخاصة فيهم، إذا كانت تخصصهم يعني عبايات شيل نوفر لهم الأكياس، نوفر لهم العلب، الناس أصحاب المجالات الحلويات والشوكولاتة نوفر لهم العلب الراقية بجميع أنواعها ونقدم لهم بشكل أنيق ومرتب. عندك الشركات نسوي لهم هوية تجارية، نبدي لهم من الألف للياء،
نبدي لهم بتصميم الشعارات، بتجهيز المادة الرئيسية لهم من أوراق، من أختام، من دفاتر، من أوراق فواتير خاصة لهم. أيضاً توسعنا في عالم المدارس، أن نبدأ نوصل لهم عبارة عن قصص لأطفال، نطبع لهم كتيبات، أو الدوائر الحكومية اللي بيلها جميع الخدمات الخاصة لهم أيضاً. وكمان الحين جايين على موسم بداية سنة جديدة، أن نبدأ نشتغل على التقاويم السنوية، الأشياء الترويجية للشركات مثل طباعة الأقلام، طباعة الأكواب، تعتبر هذه كوسيلة تسويق للشركات. نوضح لهم أن هذه تعتبر وسيلة تسويقية جديدة بدل عن نلجأ إلى المطبوعات الورقية ويكون شيء تقليدي. فالحمد لله في مجال الطباعة عندنا متوسعين في جميع أنواع الطباعة، ونتمنى أنها توصل لأبعد خط موجود في السلطنة بإذن الله. يعتبر السوق المحلي مكمن غني بالفرص للاستثمار والابتكار، يمكن أن يبدأ رائد الأعمال فيه مشروعه ويضمن عملاء محتملين يكفلون لمشروعه فرصا للربح وإثباتا للذات. فبرغم المنافسة نجد أن المشاريع التي يملكها الشباب العمانيون تمخر عباب التجارة وتأتي بنجاح وتميز ونمو يوما بعد يوم. توجد لدينا عدة مطابع وفي حركة تنافسية كثيرة، لكن نظرتي ليهم أنهم منحصرين في مجالات بسيطة جدا هي عبارة المطبوعات الورقية بحد ذاتها، لكن صار عندنا الزبون أو أي شخص يصل لك للمطبعة تكون لديه رغبة في توفر جميع المطبوعات في مجال واحد بدل عن يبحث عليهم في عدة مكان مختلف. مثل جاي انك يبغى يطبع اوراق وباغي هدايا ترويجيه، فعليه انه يبحث في مجال اخر. انا جمعت من نظرتي للمسح للسوق السابقه ان اجمع جميع المجالات تكون في مجال واحد، ان الزبون لما يجي عندي ممكن اخدمه بجميع الاشياء اللي هو يريدها من مطبوعات، من هدايا ترويجيه، اني اوفر له رغبته كامله تكون متوفره عندي، خدمات طباعه متكامله. ف احنا ادانا للطباعة مش خايفين، دخلنا السوق بثقة، دخلنا السوق ان شاء الله برغبة الاستمرار، ولا نكون منحصرين في الباطنة فقط، راح نوصل ان شاء الله لجميع مناطق السلطنة، وعقبال ان شاء الله ما نفتح عدة افرع لجميع مناطق السلطنة بإذن الله. نظرة المجتمع للشخص العماني، لو الشاب العماني بادي مشروعه بنفسه، نظرته سوف تجد فئتين من المجتمع، ناس محبطة وناس مشجعة، فما زالت موجودة. ربما كان سابقا المحبطين أكثر عن الناس المشجعين، لكن يجب أن احنا ناخذ برحابة صدر يعني وجهة نظر المحبط وجهة نظر المشجع، ولا نيأس ما دمنا كنا حابين نواصل مشروعنا وحابين نصل لهدف أو غاية معينة، فلا نستمع لكلام المحبطين أبدا. فإذا كنا حابين نصل لشيء يجب أن نصل له، فدائما لا نسمع ولا نتخذ بكلام المحبط، لكن الإنسان المشجع هذا نفتخر فيه، لأنه فعلا إنسان يعني حاب لك الخير وحاب لك أنك توصل إلى ما تصبو إليه. فإن شاء الله إذا كلنا تجمعنا على جد واحدة يعني يد واحدة وسوف نصل للقمة بإذن الله، ويجب أن ما نتحبط من كلام أي إنسان محبط. بعد أن اكتسبت مياسة الفارسية هذه الخبرة الطويلة في مجال الطباعة والتصميم، لا شك أنها تشربت بالمعرفة والدراية التامة بالسوق، تسدي نصحا لكل رائد ورائدة أعمال قادمين إلى عالم إدارة الأعمال الخاصة. نصيحتي لكل شاب حاب يخوض مجال التجارة إنه بإمكانه إنه يدير مشروعه بنفسه، وإنه لا يستمع لكلام أي محبط، وأعتقد كل شاب فينا بإمكانه إنه يصل إلى ما يصبو إليه، ويتوقع ثلاثة أشياء للنجاح. إنه يتوقع ثلاثة أشياء في النجاح المشروع، أنه لازم أنه يكون صاحب قرار، وثاني شيء أنه يكون لديه الجرأة أنه يتوقع الفشل، ويجب أنه يكون حكيم في اتخاذ قراراته أيضا، لأن إذا
صار الإنسان ما عنده قرار في اتخاذ قراراته أكيد ما راح يصبو ولا ما هو ربما راح يسمع كلمة الثاني والثالث فصار يكون فاشل، وإذا سمع كلمة محبط راح يأسه ويعتبرها عقبة ويقف عليها فهذا يعتبر إنسان فاشل. لكن الإنسان مهما كان واجهته أي عقبة يجب أن يتخطاها ولا يمكث أمامها يعني طويلا. فأنصح كل شاب أنه بإمكانه أنه يدير مشروعه، وبإمكان أي واحد حتى لو من البيت أنه يدير مشروع ويدير عمله أيضا الخاص، ما عنده أي مشكلة. لمياسة وغيرها من رواد الأعمال طموحات لا تنتهي أبدا ولا تقف عند هذا الحد، إنما تنمو بتقادم الزمن، تنظر إلى الأعلى كلما وقفت واستطاعت الوقوف بثبات في مرحلة ما. من أهم طموحاتنا الدانة للطباعة أن التوسعة مستقبلية إن شاء الله في القريب العاجل، توسعة للمشروع، ندخل في خط مناقصات كتب خاصة تبع وزارة التربية والدوائر الحكومية الكبيرة، افتتاح فرع ثاني لنا يخدم المناطق البعيدة، وتوسعنا بافتتاح مشروعنا الكبير إن شاء الله يكون في أحد المناطق الصناعية بإذن الله، لكي نتوسع في عدة المجالات الأخرى اللي ندخل فيها في مجال العلب الكرتونية ونخدم الفئات أو الشركات الخاصة بالعلب الكرتونية بإذن الله، وهدف إن شاء الله راح يتحقق القريب العاجل بإذن الله. هكذا ومن خلال مشروع الدانة للطباعة ومن خلال تجربة مياسة الفارسية في عالم ريادة الأعمال، نفخر دائما ببني وبنات وطننا الحبيب، فهم أمل هذه الأرض وشبابها ونبضها الذي لا يخفت أبداً.